وينضم إلينا من فندق كراون بلازا الزميل وائل حويدر مراسل تلفزيون دولة الكويت. وائل، كيف تسير الأمور لديك؟ ما هي آخر التطورات؟ أهلا وسهلا بكم، متواجدين الآن في فندق كرام بلازا لنقل أهم وأبرز أحداث مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق. واليوم يعني يشمل مشاركة القطاع الخاص بمشاركة تقريبا 1500 شركة من دول عديدة. ولمزيد من التفاصيل ينضم معنا السيد عماد عبد الله الزيد، مساعد مدير العام لغرفة التجارة والصناعة. حياك الله أستاذ، ويا ليت تتحدثنا عن أبرز وأهم تفاصيل هذا اليوم. تشرفت غرفة تجارة صناعة الكويت وبتعاون مشترك مع البنك، مجموعة البنك الدولي والهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق، بتنظيم مؤتمر استثمر في العراق اللي يعقد على في إطار المؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق. يعني ما يميز هذا المؤتمر المشاركة الفعالة من قبل الشركات اللي استقطبت من يعني يمكن 49 دولة، فاقت 1500 شركة، وطلع الحاجز عن سحب البطاقات، خلينا نقول حوالي 2000 بطاقة للمشاركة في هذا المؤتمر. يعني تميز هذا المؤتمر في جدوى اقتصادية أضافها البنك الدولي على الاستثمارات في العراق الشقيق من قبل مؤسساته المالية، من خلال الضمانات اللي أضفاها على تلك المشاريع. ما يقارب 23 مشروع عرضت في هذا المؤتمر، كان لها دراسات جدوى من قبل شركات عالمية استشارية قدمها البنك الدولي اليوم لأمام الشركات. وأيضا كان على هامش هذا المؤتمر معرض للجهات العراقية اللي ساهمت في معرض مصغر في يعني هذا المؤتمر. كل الشكر والتقدير لكم على هذا الدور والتنسيق إن شاء الله، وبإذن الله ننقل لكم الأحداث أولا بأول وللزملاء في الاستوديو. شكرا للزميل وائل حويدر متواجد في فندق كراون بلازا، شكرا جزيلا لك. نبقى معكم ومستمرون في تقديم نشرتنا، أهلا بكم.